بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن بعض النصائح التي نستطيع أن نقدمها إلى المرأة الحامل في وقت فحصها عند طبيب متخصص مثل طبيب النساء والتوليد. ننصح المرأة الحامل أنها تتجنب الخضوع لفحص الموجات فوق الصوتية لمجرد الحصول على صورة لطفلك في بداية الشهور، وأيضا على الرغم من أن الكشف بالموجات فوق الصوتية يعتبر كشف طبي آمن، إلا أن التعرض للطاقة الناتجة عن الموجات فوق الصوتية لمجرد الحصول على فيديو أو صور لطفلك يعني قد يمثل خطرا على الأم والجنين. طبعا فلا تعرضي يعني نفسك لهذا الأمر في بداية الأمر. وننصح المرأة الحامل أنها يعني تتريث إلى أن يعني تكون في الشهور الأخيرة أو المتوسطة لفحص هذا النوع من الفحوصات الخطيرة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.